اكبر. السودان، قواتنا المسلحة، سيداتي وسادتي من تلفزيون السودان نحييكم ونقدم لحضراتكم أحداث اليوم لهذه الليلة. أهلا بكم. البداية بالعناوين. وزارة شؤون مجلس الوزراء تفتح باب التنافس على عدد من الوظائف العليا بالدولة. ولاية سندار تستقبل إمدادا دوائيا من وزارة الصحة. سفير السودان لدى القاهرة يشدد على التعاون بين البلدين لمواجهة المخاطر الدولية والإقليمية ضد السودان. أهلا بكم. أشاد وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم بجهود والي النيل الأبيض في استقرار الأوضاع، خاصة الخدمات الصحية والعمل على الاستفادة من الكوادر الطبية الوافدة بسبب الحرب التي تشنها ميليشيا الدعم السريع على المواطن السوداني. والتزم دكتور هيثم بتأهيل المؤسسات الصحية بالولاية وسد النقص في الأجهزة والمعدات الطبية. جاء ذلك لدى اجتماعه بوالي النيل الأبيض عمر الخليفة، لافتا إلى ضرورة تقديم الدعم للمستشفيات العاملة. وكشف الوزير أن ولاية النيل الأبيض تعد محطة رئيسية لتخزين الإمداد الدوائي لولايات غرب السودان. من جانبه شكر والي النيل الأبيض وزارة الصحة الاتحادية على تقديم الدعم والسند للصحة بالولاية، مشيرا إلى أن زيارته هدفها المزيد من التنسيق، مضيفا أنه تم النقاش حول قضايا الصحة بالولاية من إمداد دوائي وتشغيل المؤسسات الصحية، بالإضافة إلى المشروعات الخاصة بخدمات القلب والأورام. ولاية من أوائل الولايات بعد الحرب اللي احتضنت نازحين ولاجئين وعائدين وكوادر صحية كثيرة جدا، وكانت فيها نفرة كبيرة جدا، ولجنة عليا تحت رعاية الوالي أثمرت هذه النفرة في خدمات طبية تخصصية شهدتها الولاية في فترة الحرب، لم تكن موجودة من قبل في خدمات الجراحات المتخصصة وخدمات العظام وخدمات المخ والأعصاب وغيرها، وما زالت هذه النفرة الطبية والصحية مستمرة. أكثر من ذلك، كانت الولاية برضه هي المحطة الرئيسية لولايات غرب السودان، كردفان، دارفور. وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم الالتزام بتوفير الدعم لعلاج الجرحى وتسيير مستشفيات الطوارئ والإخلاء وسد النقص في الأجهزة والمعدات الطبية بمستشفى الفاو، مشيرا إلى أن المستشفى يغطي 30 قرية نموذجية ويقدم الخدمات العلاجية لحوالي 480 ألف نسمة، ويقدم الآن الخدمات إلى 1,500,000 نسمة بعد النزوح بسبب انتهاكات ميليشيا الدعم السريع بولاية الجزيرة، تشمل مناطق شرق الجزيرة واد مدني وشمال غرب ولاية سنار وجنوب الخرطوم. شاركت المنظمة العربية للتنمية الزراعية وتنظيم المنتدى الإقليمي حول تسريع تحول النظم الغذائية في المنطقة العربية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا والبنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأغذية العالمي. وفي كلمته للمنتدى قال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري إن 7 من الدول العربية تعاني عدم الاستقرار، مما يحتم التحول في النظم الزراعية الغذائية التي تدعم حياة 60 إلى 70% من شعوب المنطقة لتحقيق الكفاءة في هذه
النظم. كما رأس دخير الجلسة الأولى رفيعة المستوى حول سياسات تسريع تحول النظم الغذائية، قدم فيها وزراء الزراعة في عدد من الدول العربية لمحة عن الحالة الرهينة للنظم الغذائية والتحديات التي تواجه دولهم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على السياسات والمبادرات التي تم اتخاذها لتعزيز التحول في النظم الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي. وبقيادة معالي الوزراء اللي هم بيقودوا القطاعات الزراعية، معنيين بخلق البيئة المواتية لدعم التحول المنشود تدريجيا، لكن أهداف هذه الفئة من النظم الغذائية محدودة جدا، والتطور فيها قد تختنف كثير من الصعوبات. هناك نظم غذائية زراعية صغيرة غير منظمة مباشرة، المساحة فيها والتعاطي معها أكبر، تشكل القاعدة الإنتاجية العريضة. الجزء الأكبر منها هو التحول، ينصب في الفعالية وزيادة الإنتاجية، التنظيم والتدريب والربط بمصادر الخدمات المختلفة. شدد سفير السودان بالقاهرة الفريق أول عماد الدين مصطفى عدوي على ضرورة تعزيز التكاتف السوداني المصري في مواجهة المخاطر والتكتلات الإقليمية والدولية التي تسعى إلى زعزعة أمن واستقرار الدول. بحضور إعلامي ومصري وسوداني، عقدت نقابة الصحفيين المصريين ملتقا ولقاء تنويري مع سفير جمهورية السودان في مصر الفريق أول عماد الدين مصطفى عدوي، حيث سمن الأستاذ حسين الزيناتي رئيس لجنة الشؤون العربية بالنقابة المصرية العلاقات الأزلية بين البلدين، مبديا مساندة مصر حكومة وشعبا للسودان من خلال الحرب التي فرضت عليه وما تعرض له الشعب السوداني من تهجير وتقصير وإذلال من قبل ميليشيا الدعم السريع. دائما مصر شعب ودولة داعمة لشعب السودان ودولة السودان في كل الأزمنة والتاريخ العميق اللي ما بين الدولتين. في الحقيقة بيخلينا طول الوقت احنا كمصريين يعني بنحس بأوجاع السودانيين وبنحس بألمهم وبنعيش معاهم نفس الحالة بتاعتهم. سفير السودان في مصر ابتدى حديثه باستعراض لحجم الاستهداف الذي يتعرض له السودان، ووصف الحرب بأنها مؤامرة دولية وإقليمية، وأن ميليشيا الدعم السريع حشدت المرتزقة من كافة دول الجوار بمساعدة قوى إقليمية ودولية في تحدي واضح للمواثيق الدولية. كما أشاد سعادة السفير السوداني بالبيانات الصادرة عن الخارجية المصرية والأزهر الشريف التي تظهر مساندة مصر لوحدة المؤسسات السودانية والشرعية، كاشفا عن زيارة مرتقبة لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى مصر، حيث تأتي الزيارة تلبية لدعوة رسمية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لنظيره السوداني للمشاركة في المنتدى الحضري. صوت مصر كان دوما وسيظل صوتا لأشقائهم في جنوب الوادي. لعلكم تابعتم جهود مصر عبر دبلوماسيتها المتميزة وسياستها الخارجية المتوازنة في دعم الموقف الرسمي للدولة السودانية في مختلف المنابر والمحافل منذ اندلاع الحرب، وكانت استضافتها لقمة دول الجوار في يوليو 2023 وتحركاتها الإقليمية والدولية واستضافتها للقوى السياسية المدنية في يوليو الماضي، ومؤخرا جهودها في مؤتمر جنيف الذي قاب عنه السودان لدواعي معلومة، ولكن كان صوت السودان مجسدا في صوت مصر. الإعلام المصري طالب بمزيد من مثل هذه التنويرات المدعمة بالفيديوهات التي تظهر انتهاكات ميليشيا الدعم السريع. واستعرض السفير المصري أمام الإعلام المصري حجم الدمار الذي لحق بالدولة السودانية منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، حيث استعرض حجم الدمار في القطاع الصناعي والزراعي والبنى التحتية، مبشرا بأن الأولوية ستكون للدولة المصرية لإعمار السودان بعد الحرب. في لقاء تنويري سادته روح المحبة والإخاء،
استطاع السفير السوداني في مصر أن يضع النقاط فوق الحروف وأن يجيب على كثير من التساؤلات والاستفهامات فيما يخص الأزمة السودانية، كما بشر شعبي السودان ومصر بواقع أفضل للعلاقات بين البلدين بعد الحرب. أماني عبد الرحمن السيد لتلفزيون السودان القاهرة. أوضح السفير عبد القادر عبد الله محمد القنصل العام بأسوان خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر القنصلية، أوضح حجم الاعتداءات الأخيرة على القرى الآمنة في ولاية الجزيرة، حيث شنت الميليشيا حملاتها الانتقامية ضد المدنيين مستخدمة للأسلحة الثقيلة والمدافع ومضادات الدروع إلى جانب ولايات دارفور والخرطوم، وأكد أن الميليشيا المتمردة ضربت بالقانون الدولي الإنساني عرض الحائط بصورة ممنهجة وعلى أساس عرقي، حيث استهدفت المواطنين الأبرياء مقارنة بالتمرد الذي حدث في السودان قبل عشرات الأعوام من قبل، لم تسجل أي انتهاكات ممنهجة ضد المواطنين. وأشار القنصل لقيام الميليشيا باحتلال مساكن المواطنين والأعيان المدنية ونهب وتخريب وسرقة المنازل والمصانع والمتاجر والمرافق الحكومية والمقار الدبلوماسية والبنوك ومؤسسات التعليم العالي والمتاحف والمؤسسات الثقافية والرياضية وحتى المساجد والكنائس والمستشفيات ومخازن الدواء والغذاء وحرق وإتلاف الزرع والمعدات الزراعية لإفطار وتجويع المواطنين ونهب المساعدات الإنسانية. وفي سياق متصل أكد السفير التزام الحكومة بتأمين مسارات العون الإنساني وزيادة المطارات والمعابر والمسارات لنقل المساعدات للمحتاجين، رغم استغلال الميليشيا لفتح معبر أجري لإدخال السلاح والمرتزقة ونهب الإغاثة المرسلة عبره. وأشار سيادته إلى أن انتصارات الجيش الأخيرة في محاور عدة بينها الخرطوم وبحري والفاشر والسنار والدندر واستسلام وانضمام المتمرد أبو عاقلة كيكل إلى الجيش أدى إلى استهداف الميليشيا للمواطنين العزل من أبناء الوطن بصورة انتقامية. وأشاد القنصل خلال المؤتمر بالوقوف المشهود لشقيقة مصر حكومة وشعبا منذ تداعيات الحرب في السودان في استقبال الوافدين السودانيين تقديرا للظروف الإنسانية واستضافة الأسر السودانية، وأكد وقفة الحكومة المصرية في دعم الشرعية ومؤسسات الدولة والدعوة إلى قمة دول الجوار وإعلان مصر على حرصها على وحدة السودان وسلامة أراضيه التي تشكل الأمن القومي ولا مساومة فيها، مضيفا أن دور مصر سيكون أكبر بعد تسلمها رئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقي في دورته الأخيرة لتساهم في اعتدال مواقف المنظمات الإفريقية التي أخذت في تغيير مواقفها ومفاهيمها وتصحيحها تجاه ما يدور في السودان. وعلى صعيد متصل أجاب القنصل على تساؤلات الحضور حول عدد من القضايا العالقة للأسر السودانية في مصر خاصة في مجال التعليم والإقامة، مؤكدا أن هنالك محادثات مكثفة تجرى الآن بالقاهرة لوضع حلول ناجعة لوضع المدارس السودانية، مشيرا إلى أن سبب الأزمة عدم انضباط أصحاب المدارس، حيث تم حصر عدد من المدارس السودانية ليست لديها تصاديق رسمية. واختتم القنصل حديثه إلى انتظام العودة الطوعية السودانية من مصر وأن العائدين في تزايد كبير، وسجلت الإحصائيات أن القادمين من السودان قل من العائدين خلال الثلاثة أشهر الماضية. عقدت سفيرة السودان بالمملكة المغربية مودة عمر حاج التوم مؤتمرا صحفيا بمقر السفارة السودانية بالمغرب، تحدثت فيه عن جرائم ميليشيا الدعم السريع الإرهابية في قرى ولاية الجزيرة ودارفور والعديد من مناطق السودان. السودان جراء الحرب التي فرضت عليه قسرا من ميليشيا الدعم السريع منذ 15 من إبريل من العام الماضي وفي العشر الأواخر من رمضان قبل الماضي. فالآن كلنا نشاهد هذا الفيديو ونأسف لبعض اللقطات الصادمة التي ربما ستصدمكم عن حجم هذه الانتهاكات التي لم تترك اغتصابا ولا تشريدا ولا قتلا ولا تهجيرا قسريا ولا إذلالا سواء لنساء أو أطفال أو شيوخ. هي ميليشيا إجرامية لم ترع في أي سوداني إلا ولا ذمة، وأنا أقول أنه
يعني منذ تاريخ البشرية الأول لم نصادف مثلها إلا ما فعله فرعون في بني إسرائيل عندما قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. هناك قرى بكاملها أبيد فيها الرجال في ولاية الجزيرة بعدد من الوظائف العليا بالدولة وفق شروط محددة شملت الخبرة والدراسة والتخصص. والوظائف هي مدير عام ديوان المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية، الأمين العام للمجلس الأعلى للإصلاح الإداري، مدير عام الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة والمطبوعات، مدير عام الهيئة العامة للآثار والمتاحف، الأمين العام للمكتبة الوطنية، مدير عام وحدة النقل البري والمعابر، ومدير عام مصلحة الملاحة النهرية. لتفاصيل أكثر حول هذه الوظائف يرجى مراجعة الشريط الإعلاني بالتلفزيون القومي. استقبلت ولاية سنار الدفعة العاشرة من الإمداد الدوائي المقدم من وزارة الصحة الاتحادية وعدد من المنظمات الدولية والمتمثل في علاج الملاريا والكوليرا وأمراض الكلى. وأكد مفوض العون الإنساني بالولاية محمد عبد الفتاح بادي توالي الدفعات الدوائية والغذائية للولاية، مثمنا جهود الداعمين والمنظمات في إيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين بالحرب. فيما أكد دكتور عز العرب انفراج أزمة الدواء بالولاية مشيرا إلى انحسار نسبة مرض الكوليرا بالولاية. الدفعة العاشرة من الإمداد الدوائي خاص بولاية سنار مقدم من وزارة الصحة الاتحادية وعدد من المنظمات رأسهم إخوة يونيسيف ومنظمة بانكير ومنظمة الناد وصندوق إعانة المرضى الكويتي وعدد من المنظمات. قام والي سنار توفيق محمد ولجنة أمن الولاية بزيارات اجتماعية لعدد من المبدعين والفنانين بمدينة سنار، وأكد الوالي اهتمام الدولة بالمبدعين والفنانين لدورهم الوطني في توحيد وجدان الأمة السودانية. جيش واحد شعب واحد. ضمن برنامج الراعي والرعية الذي تنفذه حكومة ولاية سنار ولجنة أمنها، قام والي سنار توفيق محمد فقد الوالي فنان سنار الأول سليمان محمود صاحب أغنية سنار المشهورة سنارنا، والتاريخ بدأ من هنا. سنار أبونا وأمنا، سنار أبونا وأمنا، خزانك الشامخ عظيم تحفة من الفنون المضغنة. يا الله يا هذا الذي رتب حياتك ودوزنا، المويه من عالي الجبال لماها فيك وخزنا. وجدت الزياره ترحابا وتفاعلا من الفنان. زياره السيد الوالي ووالده الكريم الميمون لمنزلنا المتواضع، وهذا يدل على شيء ما يدل الا على تكاتف اللحمه السودانيه ما بين الشعب والحكومة والإدارة، ووقوفهم في خند واحد مع قوات الشعب المسلحة. امتدت زيارة الوالي الاجتماعية لتشمل أيقونة سنار وصانع المبدعين إبراهيم شيخ إدريس المشهور بباب الطيارة. وأكد المدير التنفيذي لمحلية سنار اهتمام حكومة الولاية بالمبدعين والفنانين. هنالك شعراء وفنانين تغنوا لمدنهم وكذلك سنار، لكن إنسان السودان لم يعرف سنار وتاريخ سنار إلا من خلال أخونا سليمان محمود. فيما حيا والي سنار المبدع سليمان محمود وإسهاماته في صياغة وجدان أهل سنار عبر أغنياته الوطنية، وقال إن سنار هي تاريخ السودان. سليمان محمود هو جزء من تاريخ سنار، يعني ويعني الذي تغنى لسنار والذي تغنى للجمال في سنار، والذي يساعده في ذلك انه سنار هي غارورة التاريخ السوداني، يعني حيثما مددت يدك فانت تتلمس تاريخا بعيدا وعميقا في وجدان كل الشعب السوداني.
لذلك كانت أغانيه يعني تجد حظها من قدام كل السودانيين. تكاد يعني يا أستاذ هذه الأغنية يحفظها كل السودانيين. الاجتماعية لوالي سنار توفيق محمد علي لعدد من المبدعين والفنانين بمدينة سنار تؤكد اهتمام الدولة برعايتهم لمزيد من الإبداع. الهادي إسماعيل، تلفزيون السودان، ولاية سنار، مدينة سنار. تم بأمانة حكومة ولاية كسل التوقيع على مهمية الاقتصاد الوطني بحضور والي كسل المكلف اللواء الركن معاش الصادق محمد الأزرق وأعضاء حكومة الولاية. توقيع مذكرة التفاهم بين حكومة الولاية ومجموعة جياد للصناعات الهندسية بحضور والي كسل المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الأزرق وأعضاء حكومة الولاية ومدراء شركة جياد للصناعات الهندسية في إطار تطوير الصناعة وتنمية الاقتصاد الوطني، خاصة أن البلاد تسير بخطى ثابتة نحو الانتصار. واليوم توجنا هذا العمل باجتماع كبير جدا جدا بين حكومة ولاية كسلة والإخوة أعضاء مجموعة جياد الهندسية للتفاكر حول ما يمكن الاستفادة منه من هذه الشركات في ولايتنا. وولاية كسلة حقيقة تحتاج لكثير كثير من الأعمال لتطوير هذه الولاية في مجالات مختلفة، في البنى التحتية، في التعليم، في الصحة، في الآليات الزراعية وما إلى ذلك. والحمد لله يعني تم التوقيع على مذكرة تفاهم لتكون أساس وتكون ركيزة ودعامة كبيرة لاتفاقيات لاحقة إن شاء الله بين ولاية كسل وبين هذه الشركات فيما يلي كل الجوانب الخدمية الصحية والبنى التحتية والتعليمية والزراعية والاستثمارية وما إلى ذلك. الأستاذ عبد الله عبد المعروف المدير التنفيذي لشركة جياد ظل حريصا دائما بحضور الشركة في كل الفعاليات والمناسبات. اليوم توج العمل الكبير، توجنا العمل الكبير بتوقيع مذكرة تفاهم تشمل كافة أوجه النشاط الخدمي والاستثماري والإسناد المدني الكبير للولاية، وإن شاء الله في لجنة مشتركة بين الولاية ومجموعة جياد حترعى هذا العمل ونقوم برعايته سعادة الوالي وشخصية الضعيف. إن شاء الله في الأيام الجاية حتشهدوا مشروعات كبيرة جدا لكل مناحي الحياة في مدينة كسلة. مدير عام وزارة المالية بكسلة وعد أن تجد هذه الشراكة التعاون الكبير الذي يساعد في التنمية والخدمات دفعا لعملية التطور وتنمية الاقتصاد الوطني في العديد من المجالات: التعليم، البنى التحتية، الصحة، الزراعة والاستثمار. تم الاتفاق على دعم قطاع التعليم بصيانة العربات القديمة وتوفير الإجلاس الكامل فردي وثنائي وثلاثي للمعلمين والتلاميذ في كافة محليات الولاية وتأهيل المدارس المختلفة. كذلك في المجال الاقتصادي تم الاتفاق على شراء عربات جديدة، بكاسي ورباط صوالين حسب حوجة حكومة الولاية، عربة لكل وزارة وأمانة الحكومة حوالي 10 عربات سيتم شراء إن شاء الله عاجلا. محمد فتح الرحمن، تلفزيون السودان، ولاحة والأجهزة النظامية الأخرى والمقاومة الشعبية والمستنفرين، ممتدحا صدهم للهجوم الغاشم من الميليشيا المتمردة، مشيدا بجاهزية المقاتلين بالريف الشمالي لمحافظة الدمازين، مؤكدا أن إقليم النيل الأزرق سيكون مقبرة لكل من يتلاعب بأمن المواطن واستقراره. هنا بمنطقة شمار الصمود ومقبرة التمرد ارتفعت الأصوات من قبل المستنفرين والمقاومة الشعبية بالريف الشمالي لمحافظة الدمازين جيش واحد شعب واحد لإنهاء التمرد بالبلاد. نأكد نحن مجتمع شمار مستنفرين مقاومة شعبية فقراء نساوين، وقوفنا الكامل خلف قواتنا المسلحة الباسلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا ويوفقهم على دحر هذه الميليشيا والقضاء عليها نهائيا وإلى الأبد. الناس يجوا بكراماتهم وأكدوا أنهم هيسلوا الجمعة في شمار ويذبحوا كراماتهم،
وبفضل الله وبفضل هؤلاء الشباب وقواتنا الشعب المسلحة كراماتهم أصبحت لقواتنا الشباب المسلحة في الدفاعات إن شاء الله. ردوهم خائبين وخسرانين. ما بيرجع ورا. أدونا ما بيخش في منطقتنا دي. ما يخلف الأمر. زي ما شاهدتم السيوف بتاعنا قدورة والأصل الموجودة عندنا. نينا والله العدو القلب جينا كذاب أن يصلنا. قادة عسكريون بالفرقة الرابعة مشاة أشادوا بالروح القتالية باستفسال وصلابة أهالي المنطقة في دحر الميليشيا الإرهابية. رغم أنه الميليشيا هجمت عليكم 6 مرات وإلا أنه وقفتكم شرفت إغلي النيل الأزرق وشرفت كل السودان. وبنقول للميليشيا من هذا المنبر أنتوا بديتوا الحرب دي لكن نحن اللي بنختم بها نحن زي ما بديتوها نحن اللي بنتم الموضوع وأفرشوا طرفكم نحن جايينكم بخشومنا بسنوننا بسكيننا بحربتنا ماشيين قدام طوالي. فيما بعثت محافظة الدمازين بعدد من الرسائل في الملحمة التي وصفتها بالتاريخية في معركة الكرامة. لو ما بسالتكم ورجالتكم ووقوفكم كان الغرب بتاعتنا دي كلها اتنهبت والناس كانت اتحجرت وانتوا ناس شمار خطيتوا الطوبة الأساسية لهزيمة الميليشيا. أول منطقة في السودان مما الميليشيا هجمت مواطنين يحزموها كان في شمال يا جماعة لو ما القوات المسلحة السودانية دي كان السودان ليلة بقى ما في. القوات المسلحة السودانية في تاريخها قدمت تضحيات من أجل بقاء السودان لكن تضحياتهم اللي قدموها في الحرب دي كانت تضحيات جسيمة. المشهد هنا يشير إلى حالة التعافي والاستقرار، استقرار يتمناه كثيرون أن ينعكس إيجابا على حياة الناس بمختلف مناحي الحياة. عصام طه، تلفزيون السودان، منطقة شمار بإقليم النيل الأزرق. أهلا بكم. أكد والي الجزيرة المكلف الطاهر إبراهيم الخير أن القوات المسلحة السودانية ضربت أروع الأمثال في حربها ضد الميليشيا الإرهابية وأقسمت على تحرير كل شبر من أرض الوطن. جاء ذلك لدى مخاطبة تخريج عدد من معسكرات التدريب المتقدم. مشهد من مشاهد الفرح، طابور لتخريج دفعة جديدة من المستنفرين والمقاومة الشعبية. ملامحهم تقول إنها البهجة والسرور، ولكن في الداخل غليان وعبرة من أفعال مليبة لذاك. سرقت مال هذا ولوعت طفل ذاك، وقتلت شيخا وأبا لمستنفر، وهجرت الملايين من أصحاب هؤلاء. فكيف يستقيم الفرح وفي الحلق قص؟ الحمد لله الليله تم تخريج الفوج الاول، وبعد ذلك في افواج آتية ان شاء الله من اجل تحرير ان شاء العمل الضخم ان شاء الله لاباده جميع الجنجويد الموجودين في ولايه الجزيره وعامه ولايه السودان ان شاء الله. المقاومة الشعبية أكدت أن المسيرة لن تتوقف وستمضي إلى غاياتها. وعز فيه الصديق وعز فيه الجار الوفي. رئيس لجنة الدعم والإسناد عبد المنعم موسى أبو ضريرة قال إن الوطن الذي يدافع عنه مثل هؤلاء لن يهزم. بارك لكم نيلكم لهذا الشرف البالغ. كل حر يد سلفت ودين مستحق. قائد الفرقة الأولى مشاة اللواء الركن عوض الكريم علي سعيد قال إن حجم التآمر كان كبيرا. وحديثنا في ميدان معركة الكرامة. هذه الفرحة بنعتبرها منغوصة. منغوصة ليه؟ لأن أهلنا في الجزيرة ما زالوا يعانون من هؤلاء الأوباش. فنحن من الآن الكلام بعد تاني كمل، ما عندنا كلام.
مستنفرين جاهزين، قوات مسلحة جاهزة، أمن ياجين جاهز، شرطة جاهزة. والي ولاية الجزيرة المكلف الطاهر إبراهيم الخير أكد أن هذه الدفعة متفردة ومكتملة الأركان. للسيد الغائد العام لقوات الشعب المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بنقول له والجنود ديل محل ما عاوز ترمي بهم ارمي بهم، هم جاهزين ونحن متأكدين تماما انتوا قدر المسؤولية وحرارة قلبكم دي انا متأكد مثلا احنا شايفيننا قريب. كلما ازدادت جرائم الميليشيا على المواطنين تدافع المجتمع نحو معسكرات التدريب بعزيمة وإصرار. كوكبة جديدة من الخريجين من المعسكرات المفتوحة جاءوا للدفاع عن الأرض والعرض والوطن. يشرع ضجيج تلفزيون السودان ولاية الجزيرة. وفي السياق ذاته عبر عدد من المتحدثين أن الأفعال التي ارتكبتها ميليشيا آل دجل الإرهابية ضد المواطنين لن تمضي دون محاسبة وأنهم سيردون الحق أو الحقوق لأصحابها. عزتنا وكرامتنا في قوتنا في وحدتنا، عزتنا وكرامتنا في جيشنا. نحن قوة الآن الجاهزة دي جاهزة تحرير، جاهزة للظلم إن شاء الله، جاهزة لتحرير كل منطقة في شبر الجزيرة إن شاء الله. نحن إن شاء الله نوعد كل النازحين واللاجئين في كل مناطق السودان، أي دول فقط أموال فقط، ما في حاجة بندافع، ما في حاجة بخلينا نقعد، ما في حاجة بخلينا نسكت، وما في حاجة أفقد. سنروح من أجل الجزيرة. هذه الشعب الذي يعيش في الجزيرة، هذا الشامخ الذي نفتخر به، نتصدى لعدوان أكثر من 10 دول من دول العدوان والبغي والاستكبار، ولكن وقف المهندس صلاح كركب وزير الزراعة والغابات بولاية نهر النيل على سير عملي في تطهير الترع والقنوات الرئيسية بعدد من المشاريع الزراعية استعدادا للدخول في الموسم الشتوي. لزراعة المحاصيل النقدية وقف المهندس صلاح كركبة وزير الزراعة والغابات بولاية نهر النيل على تجربة زراعة وتكشير العدس بمشروع سول الزراعي، وأشاد وزير الزراعة بالتجربة التي ستعمل على إضافة قيمة تفضيلية للمشاريع الزراعية بالولاية. كما وقف وزير الزراعة على تجربة زراعة وحصاد محصول السمسم بمشروع الفضلاب الزراعي. حقيقة بدينا يومنا ده بزيارة لمشروع الفضلاب ومطيور، ووقفنا على تجربة فريدة جدا لقشارة عدس، عدس تم زراعته في هذا المشروع وتكشيره وتعبيته. دي بشارة كبيرة جدا لإضافة سلاسل القيمة المضافة وعملية الصناعة الزراعية التحويلية، أو حقل إيضاحي زرع على أطرافه نبات العدسية، والعدسية معروفة بقيمتها العالية للبروتين، وهذه إضافة كبيرة جدا للمشروع. كذلك برضو السمسم تم عمل زيارة برضو لحقول مزروعة بالسمسم وأدت إنتاجية عالية جدا بأطوال مناسبة للسيقان وعدد من الثمار بتاعت العدس. بعد ذلك قمنا بزيارة لزرعة سولة في عمل كبير جدا قامت منظمة جايكا. المدير التنفيذي لمحلية عبرة أشاد بالتجربة والتي وصفها بالرائدة داعيا لتعميمها على بقية المشاريع الزراعية بالمحلية. وقفنا على يعني تجربة كبيرة جدا في يعني القشارات العدس وعصارات الزيوت، ودي يمكن دي بتضيف إضافة حقيقية لنا في يعني قيمة مضافة لإنتاجنا في العدس وإنتاجنا في الحبوب الزيتية ككل. أيضا وقفنا فيه على تدشين بداية حصاد السمسم في حقلين يعني تجريبيين، يعني وقفنا فيه بصورة طيبة جدا وحقيقة ما شاهدناه يعني من التجربة العام كثير الحمد لله. يعني هسه دي السمسم في الحصاد. بالنسبة للحدث برضو السنة الفاتت برضو عملنا حقل إضاحي، بالنسبة للعدس برضو نجح ما شاء الله والقبله. هذا وقد انتظمت بولاية نهر النيل عمليات تطهير الترع وقنوات الري للاستعداد المبكر
للدخول تلفزيون السودان. تنفيذا لتوجيهات والي الخرطوم بإعادة عمل المؤسسات التي لها دور مهم في فترة الحرب، بحث المدير العام لوزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم الوزير المكلف صديق حسن فريني مع وفد المجلس القومي للطفولة برئاسة أمينه العام عبد القادر عبد الله وسائل معاودة نشاط مجلس الطفولة بالولاية الذي توقف عن العمل طيلة فترة الحرب. وأكد فريني اهتمام الوزارة برعاية جميع شرائح المجتمع التي تأثرت بالحرب، خاصة الأطفال بحسبانهم أكبر الشرائح المتضررة، وطالب بزيادة التنسيق بين وزارة التنمية الاجتماعية بالولاية والمؤسسات الاتحادية والمنظمات ذات الصلة لوضع إطار فني للأعمال المشتركة المعنية بتقديم الخدمات للأطفال والأسر ضمانا لتوفير حياة كريمة وإزالة الآثار السالبة التي لحقت به، المعنية بتهيئة الأطفال نفسيا وإزالة الآثار السالبة التي خلفتها الحرب في نفوسهم. وامتدح دعم المجلس القومي حكومة الولاية لإعادة نشاط مؤسساتها الخدمية المعنية بشرائح المجتمع. الأمين العام للمجلس القومي للطفولة أكد دعمه ورعايته لبرامج معالجة الآثار النفسية والإصابات الناتجة من الحرب التي وقعت على الأطفال، مشيرا إلى أنهم المتضرر الأكبر من الحرب التي تشنها الميليشيا على المواطنين العزل في الخرطوم وغيرها من ولايات البلاد. في ولاية القضارف في الاهتمام بشريحة الأطفال ورعايتهم، جاء ذلك خلال مخاطبته ختام ورشة متخذي القرار ومقدمي الخدمات لحماية الأطفال التي نظمها مجلس رعاية الطفولة بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية. تحت شعار كن إيجابيا متفائلا لتحمي الأطفال، جاء انعقاد ورشة متخذي رعاية الطفولة بولاية القضارف بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية. من الآليات برضو الموجودة عندنا شبكات الحماية المجتمعية، ونحن معتمدين عليها شديد. احنا في كل محلية عندنا عدد من شبكات الحماية داخل المجتمعات، ودي بالتالي بترفع لنا او انذار مبكر لرفع كثير من المشاكل او القضايا اللي هي بتهم الاطفال في المحليات المعنية. داير اقول الليلة الورشة الخاصة بالاطفال في وضعية التنقل، يمكن المفاهيم اختلفت كثيرا في الاطفال في وضعية التنقل. احنا اي طفل هو متنقل، اذا كان نازح او لاجئ او مهاجر. المدير التنفيذي لمحلية الفشقة صلاح الدين عبد الرازق تحدث إنابة عن المديرين التنفيذيين بمحليات الولاية، مؤكدين الالتزام بالاهتمام بالأطفال وتوفير الحماية اللازمة لهم. نريد كل محلياتنا أن يكون فيها مراكز بتاعة حماية للطفل، ونحن كحكم محلي أو مدراء تنفيذي كثير غير مزال الدعم الطفولة، وجدناهم معنا في النازحين، وجدناهم معنا في مسائل كثيرة. تحية لمنظمة الهجرة الدولية. مدير شرطة الولاية لواء شرطة حقوقي محمود سليمان محمد عيسى أكد أهمية تعاون الجميع من أجل الأطفال، مناشدا المنظمات والمجتمع الدولي بتقديم الدعم لحماية الأطفال وفاقدي السند. هذه الحرب اللعينة التي شنتها علينا الميليشيا المتمردة، و نتلقى يومين تقارير عن أطفال مفقودين، أطفال لم يشم لهم، أطفال لم يحصل على ذويهم، ونتلقى تقارير عن معاناة الأطفال في معسكرات النزوح، وأيضا تصلنا العديد من الشكاوي عن جرائم ارتكبة ضد الأطفال. ممثل وائل القضارف المكلف مدير عام وزارة التربية والتوجيه الفاتح الصافي حمزة أشاد بدور مجلس رعاية الطفولة للجهود المبذولة لرعاية الأطفال وحمايتهم، مؤكدا الاهتمام بشريحة الأطفال باعتبارهم ركيزة من ركائز المجتمع. مع الاهتمام بالطفل شيء لا بد منه، لأنه هو المستقبل. وأخواننا على مستوى المحليات بالتأكيد هم مهتمين جدا جدا بهذا الأمر. كذلك في وزارة التربية والتوجيه الآن لدينا إدارة الحماية، وكذلك هي منزلة على مستوى المحليات.
حماية الأطفال ورعايتهم دعوة للجميع من أجل مجتمع سليم ومعافى. عاطف بشير، تلفزيون السودان، ولاية القضارف. عقد المدير العام لوزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم الوزير المكلف صديق حسن فرير لقاء تنويريا حول القضايا الإنسانية والاجتماعية والخدمية بمركز التدريب المهني بمحلية كرري. ضم الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة الاتحادي وأمين أمانة إدارة نظم المعلومات بالمجلس القومي لرعاية الطفولة وعدد من المسؤولين بمراكز التدريب المهني ومعهد القرش الصناعي. وتناول اللقاء العديد بل تناول التعاون بين المجلس القومي لرعاية الطفولة الاتحادي ووزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم في إطار البرامج الخدمية والتنموية والاجتماعية والإنسانية، إضافة إلى أهمية التنسيق الرأسي في قضايا الطفولة، حماية ورعاية وتنمية الطفولة لتحقيق الأهداف المرجوة، وتبادل الأفكار بين المجلس القومي لرعاية الطفولة الاتحادي ووزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم. نحتفي فتاة مستعدة للتغيير، وهذا الأمر يحتاج منا جميعا لمزيد من التنسيق ولمزيد من العمل المتصل حتى نحسن هذه الأمانة ونسلمها. على الوجه المطلوب بعون الله سبحانه وتعالى، لأنه تحدي ما بعد النصر بإذن الله سبحانه وتعالى حيكون تحدي كبير. احتفال صراحة نحن ما بنقول احتفال في ولاية الخرطوم، هو له استدعاء، لكن هنالك إعادة ترتيب وبناء جديد للإرادة، إرادة البنت والفتاة السودانية الموجودة في ولاية الخرطوم في التعامل مع احتياجات الآنية والاحتياجات المستقبلية. الرابع الاجتماعي اللي فيه مناقشة لكافة القضايا. أبادت السلطات الصحية بمحلية كرري ممثلة في إدارة صحة البيئة والنظام الصحي المحلي كميات من السلع الغذائية والتموينية منتهية الصلاحية تقدر بتسعة أطنان تم ضبطها من الأسواق. دكتور حمد النيل حيدر حمد النيل إلى الجهد المبذول من قبل السلطات الصحية، مشيرا إلى استمرار العمل في الإصحاح البيئي ومكافحة نواقل الأمراض. من جانبها أشارت مدير إدارة صحة البيئة عطفة محمد عبد الرحمن إلى أن 11 وحدة إدارية عملت بجهد مقدر تجاه إبادة كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، مناشدة للمواطنين التأكد من صلاحية المواد الغذائية عند الشراء والتبليغ للجهات المختصة. تمت إبادة حوالي 9 طن من المواد المنتهية الصلاحية، كما ترون الآن بتم الإبادة من حوالي 6 وحدات إدارية، مجهود كبير من إدارة النظام الصحي المحلي وإدارة صحة البيئة والإخوة في التأمين الصحي، والحمد لله يعني تتم الإبادة وتستمر هذه الحملات في مراقبة الأسواق وأماكن بيع المأكولات والمشروبات، وتستمر العمل في الإصلاح البيئي ومكافحة نواقض الأمراض. أنا من هنا بناشد المواطنين حقيقة، المواطن لما نجي يشتري حاجة من السلعة أو أي سلعة استهلاكية من أي محل، أتمنى إنه يقرأ تاريخ الإنتاج والصلاحية، لأنه عشان ما يشيل لهم حاجة منتهية الصلاحية وتبقى مشكلة. دي واحد. اثنين، بناشد صاحب المحل نفسه إذا كان إجمالي أو قطاعي برضه إذا عنده حاجة أو سلعة انتهت مدتها برضه يبلغنا إحنا كمكتب صحة بمحلية كرري إدارة صحة البيئة. مهم جدا، لو سلمنا لها بكون طلع طبعا من المشاكل، وفي النهاية صحة المواطن هي أهم حاجة. خاطب والي شمال كردفار عبد الخالق عبد اللطيف ورشة إنتاج واستخدام المياه والتي نظمتها شركة مصفات الأبيض المحدودة، مشيدا بدور المصفات تجاه المسؤولية المجتمعية لإنسان الولاية خاصة في المجال الصحي. في قاء المتاحة نظمت ورشة إنتاج واستخدام المياه منزوعة الأيونات والتي تستخدم للصناعة التي تحتاج إلى المياه العالية النقاوة والتي تدخل في العديد من الصناعات خاصة الطبية والدوائية وغيرها من الصناعات المختلفة. كبداية أولية نبدأ بمياه الشرب اللي هي أخذت الاسم القطر الندى، والمرحلة الثانية هي كانت
المياه منزوعة العيونات، لكن سواء في المجال الصحي والطبي أو في المجالات الأخرى بإذن الله. مشروع المياه منزوعة الأيونات هي مياه عالية النقاوة يمكن الاستفادة منها في الكثير من الاستخدامات. هي مياه عالية النقاوة ويمكن استخدامها بصورة واسعة جدا في معامل الجامعات وفي المعامل الطبية وفي الصناعات الدوائية والدوائر الإلكترونية الكهربائية، كذلك تستخدم في مراكز غسيل الكلى أيضا، وتستخدم في بطاريات السائلة اللي هي البطاريات المراكم الرصاصية، أيضا تستخدم في مستحضرات التجميل. والي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف أشاد بالإمكانيات والجهود الكبيرة للعاملين بمصفات الأبيض وتدخلاتها في إطار المسؤولية المجتمعية لإنسان الولاية، داعيا إلى الشراكات الذكية خاصة مع القطاع الخاص. لما تجيف البندقية دي مش هنا عندنا في أي محل، وقفة البندقية في السودان حرب دي وقفة الليلة ولا بكرة، نكون عارفين إحنا كراع النديح هنخدها في عتب بكرة. عندنا مشروعات جاهزة لكن محتاجين للقطاع الخاص وللرأسمال الوطني في انه شاركنا المعلومات وشاركنا الخطة وشاركنا التنفيذ، لان الحكومة براها ما بتنفذ مرحليا، في انه نستفيد من افرازات الحرب في انه نغير من النظام الاقتصادي بتاعنا على مستوى السودان. ورشة انتاج استخدام المياه لاستخدامات عديدة لا سيما الطبية والصناعية. ابراهيم احمد ابراهيم، تلفزيون السودان، ولاية شمال كردفان الابيض. وقف والي ولاية نهر النيل الدكتور محمد عبد الماجد على موقف الأداء المالي بالولاية، جاء ذلك لدى زيارته التفقدية للوزارة، وثمن الوالي مجهودات وزارة المالية الأمر الذي ساهم في الاستقرار الذي تشهده الولاية في كافة المجالات. وأشاد الوالي بجهود وزارة المالية تجاه ملف معاش الناس وتوفير الاحتياجات الضرورية والسلع الاستراتيجية. من جانبها عبرت وزيرة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية أميرة أحمد حسن عن سعادتها لزيارة الوالي للوزارة، وأشادت بالأداء المالي والاقتصادي. بهذا مشاهدينا تكون قد تكاملت الموضوعات، أعود وأذكر بأبرز العناوين. وزارة شؤون مجلس الوزراء تفتح باب التنافس على عدد من الوظائف العليا بالدولة. ولاية سيدار تستقبل إمدادا دوائيا من وزارة الصحة. سفير السودان لدى القاهرة يشدد على التعاون بين البلدين لمواجهة المخاطر الدولية والإقليمية ضد السودان. انتهت أحداث اليوم لهذه الليلة، حتى نلتقي نترككم في حفظ الله ورعايته.